اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بيشرفني في الاستوديو واحد من اطيب خلق الله كده. ولعيب كان يعني جامد جدا جدا الحقيقه يعني وما خدش حقه اعلاميا وهو بيلعب حتى بعد ما بطل لكنه آه يعني اتجه بقى للاعمال الحره لاعب من اللعيبه الكبار جدا جدا آه كان ليا شرف ان انا زميلته في الملاعب نجم مصر و... ونادي الزمالك السابق كابتن عادل عبد الواحد او اللواء عادل عبد الواحد اهلا بيك يا كابتن سياده اللواء ايه الاخبار مساء الفل مساء الورد انت جاي من اسكندريه دلوقتي اه والله والله اه والله الشغل اللي بتاع شغال اللي ينور. الله ينور الحمد لله الحمد لله الحمد لله فضل من عند ربنا حبيبي إيه اه. انا عملت له جوان هو ما عمليش ولا جون يعني احنا لعبنا مع بعض لا لا بعض. في جون ليك فين ده انهي جون افتكر كده انا افتكر ايه انا فاكر لك لأ... جون اللي عملته لك في المقاولين 82 83 في المقاولين جبت انت جون صح مأولين, مأولين, ماولين ولا جنين كان مين؟... كان مقاولين... جونين... جونين... انت عملت لي في بايرن ميونخ... اي باري مونشن اه تمام وعملت لي اللي هو بلاستيك طب انا ناسي والله يا باري مونخ ده اه وبلاستيك انت رقصت فيها طريقه جدا انا رقصت الباك ترق... اليمين هي إيه اتلعبت من لمسه واحده وانت عملت الرئيسه ترق... بابتين وعديت منه وعملتها لي بالعرض حطيتها ببط رجلي طب انت والله بالجون آه. بتاع باري مونشن ده في في استاد حلم زموره اه ده. وكان باري مونخ كان ايه اه فرقه جامده جامده جدا جدا يعني كسبناهم 2 محمد حلمي اه انا وانت ومحمد حلمي بس تك... نقلت الكوره من اول ابراهيم فالله رحمه الله يرحمه وكروشي الله لا ايه ده من لمسه آه. واحده من واحده كده؟ آه. لا, لا, لا. لا انت فاكر انا آه. ما افتكرش آه. يا دولا آه. آه. كابتن عادل طبعا يعني آه... اكيد طبعا لا صوت يعلو فوق صوت المباراه الغد لدل. يعني مباراه إن شاء الله خير آه من يعرف ثقيل زي ما بيقولوا مباراه صعبه آم، نادي الزمالك لازم يكسب الثلاث مباريات اللي جايين عشان يصعد ل الدور اللي بعد كده توقعاتك لمباراه بكره او بمعنى اصح شايف مباراة ازاي بكره وازاي لعيبه الزمالك تكسب هذه المباراه بسم الله الرحمن الرحيم مش هنتكلم على اللي فات لان بناخد منه ايه عبره وايه ونشوف احنا غلطنا في ايه و... صحيح وايه السبب الرئيسي اللي احنا نستفيد من الدروس اللي فاتت اه التعادلين مع الهزيمه تمام والمؤشرات السبب الرئيسي اللي انا اتعادل على ملعبي اول مره وبعدين اتعادل هناك بره وبعدين اتغلب من الوداد وانا كنت كاسب 1-0 فتيجي تبص في نقط مهمه اكيد فيريرا بص على فرقه الوداد كويس صح. واكيد قعد مع اللعيبه مع اسامه نبيه وجواز المعاون واكيد حطوا النقط في الحروف في ايه؟ في الشغل اللي, اللي هيتعمل بكره ان شاء الله صحيح انما لازم نفكر اللعيبه بحاجه لو هم سامعين تاني لو كانوا مسهرين طبعا مش بصارين يعني والله اعلم طبعا زمانهم ناموا دلوقتي اه اكيد يعني القصه كلها عباره عن ايه؟ قبل اي شيء انت هتلعب باسم مصر مم. مع فرقه من الفرقه اللي مش سهله مع بلد المغرب مم. بفرقتها آه انت مغلوب على ملعبهم 3-1 لازم حتى لو هنكسب 1-0 ان شاء الله وان شاء الله هيدل وارد يبقى انت خدت حقك ان انت ايه؟ احنا عايزين الثلاثه بند أخدت يعني اه نص واحد صفر ربع كورنر اي حاجه تكسب الثلاثه ابو تمام الحاجه الثانيه والمهمه انت من 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 ايه يا كابتن طارق اخر اخر بطوله ابطال دوري 2003 2002 هي اخر بطوله 2003 2002 اه جون تامر عبد الحميد تمام م. فانت لو دي نحسب اللعيبه اللي لعبت من بعد الـ بعد الـ الـ المباراه دي او بعد السنه دي او البطوله دي لغايه النهارده انتوا اخذتوا ايه اه اخدنا بعض حاجات كتير بس اخدنا بطوله ابطال الدوري ما خدناهاش دي هو كان الدوري ناقص خدناه ودوري الابطال هو اللي ناقص بالنسبه لهم يبقوا خدوا كل البطولات اللي إيه في الدنيا الحمد لله احنا يعني لما لعبنا احنا اخدنا ايه يعني البطولات يعني البطوله كانت بنشترك فيها دوري الأ... ده كان كاس كان كاس افريقيا بس بنسخته القديمه تمام ما كانش فيه مجموعات والكلام ده تمام اخدنا آه خدنا ال... الدوري أخد الدوري خدنا كاس يعني خدوا ده اللي هم اللي كانوا موجودين عندنا يعني هم أه خدوا حاجة. كل البطولات دي ما عدا دوري الابطال يبقى دي مهمه جدا الجيل ده انا بتكلم على الجيل ده الجيل ده والجيل اللي قبليه واللي قبليه برضه خد كله اه طبعا اكيد الجيل ال... كله ما ال... 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 عدا ابطال ال... الدوري ما عدا ابطال لغايه بيقول لك موسم 2000 من 2002 صحيح فانت بتتحسب لك يعني احنا الزمن بيعدي ما حدش مخلد انت بتيجي بعد كده مع اولادك مع احفادك انا اخدت ايه وما اخدتش ايه او مع... مع الناس مع لان الكرة مش دايما الكوره ليها وقت معين وخلاص بعد كده انت بقى ايه بذكرياتك بالحاجات دي كلها او ايه بدي تديك دفعه لقدام في حاجات كتير المهم يعني فدي من الحاجات المهمه الحاجه الثالثه اه اسمك كان الزمالك ان انت النهارده لما توصل للمباراه المباراه هي سيان بقى اهلي يوصل كمل معاك وان شاء الله انت تكمل باذن الرحمن يبقى انت حتى ايه اه يعني نقول ايه كلمه ان انت ما تبقاش بتقول جهاد لا يقدر في الدوري يادي بقوه زي عندنا النهارده الحمد لله الماتشين الاخرين دول الشكل العام افضل بكتير على المراحل السابقه صحيح فبتديك دفعه كمان في ايه؟ ومرتبه كان اسامه نبيل هو المدير الفني 84 احنا عملنا موسم عالمي 84 صحيح اخذنا بطوله الدوري وبطوله آه 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 افريقيا افريقيا وحتى موسم 83 احنا كنا احسن فرقه لو تفتكر احنا خسرنا الدوري ازاي؟ خسرنا بتقريبا المقاولين اه بس خسرنا كان في مباراه وفي كان ماتش مش عارف كان في كده حاجه اه حزبه بحزب حزبه كده, كده, كده فلكن احنا كنا مم. الافضل احنا ده كان الدوري بتاع الجول الاعتباري او حاجه كده حاجة على المنصوره ممكن. باين في المنصوره في و... حاجه كده حصلت مش فكرة. مش فاكرها آه. برضو مم. الكابتن احمد يمكن قال عليها بس برضو مش فاكرها الكابتن احمد عبد يعني فالقصه كلها ايه انت النهارده عايز تثبت ذاتك تثبت نجوميتك تثبت ان ليه لعيبه منتخب مصر على الاقل خمسة ستة من زمالك مم. على الاقل لان احنا كلنا قبل كده لو فت... لو فاكر يا ال الفتره اللي هي بتاعه المنتخب دي بطوله العرب على بطوله آ... آ... كاس الامم كاس الامم لا مش الفتره بطوله العرب كاس الامم أه. فين طارق حامد مثلا احنا جينا اتكلمنا على النقطه دي كتير مم. هل هو انا يعني يعني دي من غلطات المهمه في منتخب مصر اللي ما حصلش طارق حامد نفسيا كان تعب دلوقتي هو دخل ابتدى يدخل اهو في المباراة دخل, الم... دخل, دخل في القايمه فهي قصه كلها ايه كل لعيب من الزمالك يحط في اعتباره ان ماتش الوداد ده من ماتش مهم جدا اللي هتخليك ايه بتلعب بروح غير عاديه في المباريات الجايه لان المباراة الجايه دي يعني دوري او او, أو تكمله يعني تكمله الموسم في ابطال افريقيا دي يعني هتتحسم ماتش بوك ماتش لا قدر الله حصل حاجه لا قدر الله يبقى كده انت ايه انتهت القصه نفسيا بقى وذهنيا وحاجات كتير يعني طيب بس انت شايف بكره اه الراجل بيلعب اربعة تلاتة السؤال اللي بيدير في ذهن الزملكاويه هل م. هيلعب اربعة تلاتة 3 هل هي هيعود لطريقته هي اللي كان بيلعب بيها لما خد بيها الدوري وكاس مصر انا سالت يمكن علي محمد علي قال لي لا هو صعب ان سألته ان هو وقت. يغير قال لي صعب يغير الطريقه هيلعب 4 2 3 1 انت رايك ايه ما يغيرش الطريقه دلوقتي مش قدام الوداد اه يعني انت رايك برضو من راي علي ان هو مغارش ما يغيرش الطريقه في نقطه يا كابتن انت لما بتيجي انت مدير فني ما انت اشتغلت مدير فني ولعبنا بعض قبل كده لو تفتكر انت كنت ماسك اسمان السويس وكسبتني مم. مصر التامين 1-0 في ملعب اسكو فاكر انت؟ اما بتيجي انت بتلعب فرقه كمدير فني بتشوف الفرقه بتلعب بطريقه ايه؟ مش فيها في منتوشة العب بطريقه لعب بتختلف عن اللي انا بلعب بيها في على الفرق اللي قصادي او المدير الفني قصادي بيلعب انا غير طريقتي وعود لعبتي على هذا الاساس لكن ما بتفضلش تلعب بطريقه 4 3 3 انت بتلعب بيها بتحب تلعب بيها لكن لا انت لازم تعود أنت لعبتك انت بتختار انك تغير طريقه اللعب حسب المنافس اللي قدامك المنافس ده الطبيعي هم بيلعبوا ازاي الوداد انت لعبتهم ازاي هي دي القصه هو درس ايه بقى؟ فريرا وجيب له كام يوم يعني يم. 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 كان ايام اه خمس ايام اربع ايام خمس ايام يتفرج يتفرج وبتاع وكده فاكيد اكيد قعد معاه وبص ويكون امبارح الكلام ده مش النهارده كان امبارح لازم تقعد مع لعيبتك بتبص كابتن ابو رجليه بيقعد معانا وفاكر انت كابتن ابو رجليه بيقعد معانا طيب. بيحفظنا ايه وايه, وإيه وكل المدربين يعني غالب بس يعني يعني غالبيتهم فاكيد قعد ودرس وشاف بس انا العب بنفس الطريقه اللي ما غيرتش الوقت الا لما اكون متمكن من فرقتي ان انا اقدر أيه يستوعبوا الطريقه اللي كنت بلعب بيها قبل كده بس طيب انا عندي ارقام مم. قدام حضرتك ارقام برضه إيه ليه إيه طب قول لي التشكيل المتوقع كده قبل ما اقول الارقام اللي قدامك، تشكيل المتوقع لنادي الزمالك؟ انت يا كابتن انت حكيت قلت فيه قبل كده من شويه لا قول لي قول لي قول لي يعني انت تتوقع مثلا هو هيلعب بالثلاثه في نص الملعب ولا هيلعب باثنين ومين الاثنين؟ لو لعب بالثلاثه مين الثلاثه؟ بس انا انا هل هو هيلعب بطارق حامد بكره ولا انا بقول لك قدر ان طارق حامد موجود في التين طارق وامام عاشور تلعب باتنين في الديفندر طارق آه وامام آه. قدامهم آه. اوباما امم كالمعتاد وطبعا زيزو ايوه شرقي بن شرقي وهيبقى بقى مين؟ الجزيري ولا عمرو عمر السعيد؟ الجزيري اوقع ليه؟ الجزيري بيتحرك كتير كويس عمر سعيد عمرو سعيد محطة عاي... ايوه الله ينور عليك فتاني تحركات كتير بي... بيعمل شيفتات كويس ومشاغب و... و... اكتر من من عمر سعيد تتوقع و... الوداد يلعب زون ديفنس بكره مدافع ولا يهاجم زي ما الزمالك بخت هناك واحرز هدف في اول هم يعرفوا يلعبونا بس احنا لازم ما في حاجات معينه هم يعملوها احنا ما في كده زي ايه؟ يعني هينرفزوك وده طبيعه طبيعه لعيبه المغرب شمال افريقيا هو هينرفزوه وقت هيلعبوا بقوه زياده هيقولوا آه هيقول هي ايه هيحاولوا هي بقدر الامكان يحطوا يموتوا الكوره هيموتوا لكن مش هيقدروا يهزموا زي كلام. طبيعه دول شمال افريقيا دايما يا كابتن عادل غرب افريقيا احنا هيك. لعبناهم كتير كتير جدا اه سواء من مستوى المنتخب او مستوى الانديه هم اساتذه في استهلاك الوقت بطريق جدا. شرعي اه والمغاربه بالذات اه وبيعرفوا بيعرفوا اه بيعرفوا كويس قوي يعني مم. بس فهي قصه انت ايه النهارده انت ما تجرمش ما تجرمش الا في الايه؟ الا في الباق في البدني تجرم بدني وتقطع المباراه ثلاث 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 اقسام يعني ما مش ننزل احنا بقى ايه؟ بقوتنا وعايزين لا استهلك الوقت بتاعي تسعين 90 دقيقة متقطعين يعني, يعني عشان ما اهدرش الجانب, الجانب البدني بتاعي بسرعه أنا يبقى انا عندي نوع من انواع ودي بعض اللعيبه بعض اللعيبه مصريين يعني بي يعني بي م م م ما, م ما م اسرفش في ال أوزع في اوزع مجهودي على المباراه بحيث ان في لعبه مستاهله ولعبه مش مستاهله لكن النهارده ما اجيش ان انا ايه انا عايز اجيب الجون اوزع مجهودي على على 90 دقيقه والحمد لله ان النهارده في تغيير خمسه اه طبعا ما دي من الحاجات اللي ما كنتش احنا كان اثنين لو تفتكر طبعا اثنين لكن دلوقتي النهارده خمسه يعني انت ايه تقدر تغير بسهوله فلازم ايه اللعيب الذكي اوزع عندك ثلاث توقفات في المباراه بخمس تغييرات بخمس تغييرات بس صحيح تمام فدي من الحاجات المهمه اللي ايه اللي المفروض ايه فيريرا يستغلها وبرده استعجال والصربعه ان انا عايز اهدد بسرعه لا هيجي هتيجي, هتيجي. ما يبقاش فيه تسرع قصدك تقصد ما فيش تسرع اه يعني. ما فيش تسرع بهدوء حاجه المهمه برضو التحركات اللي بتكون مدروسه يعني لازم كل يتحرك يعني بطريق في لاعب في مصر كتير جدا عندها ثقافه تحرك في الملعب مش كويسه في ناس بتتحرك عشوائي بتتحرك مع الكرة لكن النهارده اللعيب الذكي اللي بيتحرك مع الكوره مع الخصم مع الزميل بيعرف زميل راح فين الكوره جايه عايز اوديها فين الخصم واقف فين مم. دي مش موجوده في لعبه كتير دي عايزه طيب آه طب لو طارق حامد مم. مثلا الراجل ما بداش بيه لانه بقاله شهرين ما بيلعبش مم. من الممكن طارق يكون عنده راي ان هو ما يبداش المباراه يستنى في فتره من فترات مين يلعب جنب امام عاشور وهيلعب بثلاثه ولا باثنين برضه لو إيه عدم وجود طارق لان في بعض الناس يا كابتن عادل بيقولوا ايه عدم وجود طارق حامد بيقلل من قوه الدفاع شويه في نص الملعب فمضطرين نلعب بثلاثه بثلاثه عشان ايه نلعب إيه مثلا بامام عاشور في ناس بتقولك لك جنبه سيد احمد زيد زيزو في ناس بتقولك على الناحيه الشمال يبقى اوباما فاهم يعني حسب بقى ال مثلا ناحيه اليمين لو هتبدا بزيزو في نص الملعب آه شايف هل من ممكن أو الراجل دي اللي, دي اللي يلعب بثلاثة لو في عدم وجود طارق ولا يلعب باثنين برضه رؤى مثلا و, و رؤى ماشي مش 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 وحش والله يعني كان كويس الموسم آه اللي آه 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 يعني آه ادى ادى كويس صحيح آه بس عايز وقت بس طبعا دي برضه الماتش بكره ده ممكن لو لا فيه هي هي لو هو برضه البدن عنده كويس وعنده استعداد انا ماشي. لما سالت اسامه نبيه اه من حوالي بالظبط ثلاث تلت ثلاث ايام بالظبط كان في تليفون بينه وبينه فبتكلم معاه في قصه ايه اني انا ما عنديش غير امام عاشور دلوقتي ورؤى لما في اصابه طارق في ماتشين اللي بكلام على ماتشين بتلعبونها وبتوع فيوتشر في طب هيلاعب مين ما, يعني ما انا سالته قال لي طب انت انت تلعب مين يا كابتن طارق فقلت له ما فيش غير رؤى وامام عاشور قال لي بس فانا بعد كمان رؤى لدور الابطال لانك انت ممكن من الممكن انك انت انت عندك ثلاثة ارتكاز بس دلوقتي برافو فده فكر أسامة أن هو بيحاول يقرب اللعيبة اللي كانت بعيدة قوي أيام كارترون تدخل تدخل بالظبط عشان هتحتاجها في دور الأبطال وفي الدور العام وفي كاس مصر الله ينور عليك فهو لا الرؤى ماشي كويس بخطوات معقولة ابتدى يرجع لأروى الأول أروى آه. الأول ده كان برضو كان أول ما ابتدى ومعناه كان حكاية وبعدين حصل ضربات وكده وكده لما مشي وكده يعني لكن آه أنا زيزو خليه قدام ناحية اليمين فوق بيعملها كويس جدا 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 عالمي مكانه عالمي مكانه عالمي فيها وبن شرقي ناحية الشمال عالمي برضه أه وزي ما قلت تحت لك هما تحتيهم اللي هو الـ قدام الايه؟ قدام الرافيندو فين عشرة مكان 10 ما... فهي دي القصه أه وهما ماشيين الماتشين اللي فاتوا اي نعم حصل ظروف الماتش الاولاني اللي كسبنا في الوقت الضايع او في الاخر دي في الوقت الضايع اللي هو 3-2 والماتش الاخير برضه يعني بس كنا احسن من قبل كده فهي القصه كلها امشي بنفس الفرقه آآ بس انا بعيب على المتوسي متوسي شويه حاجات كده يعني لعيب كويس بس عنده بعض حاجات لازم يتداركها اولا اولا كان الاول لما هو لما لما كان تقيل في الوزن خس بقى ايه حركته اسهل وساعات بيعمل حاجات كويسه بس ايه يعني لازم بخاطره يعني الباك ده معروف ان هو لازم اوفراته تكون مم. محطوطه صح هي مشكله برضو ان مش عامل اوفر خلاص انت اوفراجي قديم برضو يعني انت وانت استاذ احنا اساسا بنكسر احنا كنا كنا, كنا نكسر اي حد انا يعني. عايز اقول لكم يا جماعه على حاجه كان عندنا مدرب اسمه فاسوفيتش اه 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 فاكر القصه دي فاسوفيتش أيوه. فاسو ده كان من المدربين المميزين قوي في غزلفي حقيقه يعني مسك اكس الهولندي يا كابتن اه لما اقول لك يعني داخل غزلفي لما رحنا في غزلفي فاكر حاجه جامده 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 اللعيبه عامله ازاي فريد ستار ايوه فريد ستار فالراجل جه شفت انا وعادل عبد واحد قال لك الاثنين دول مين قال انهم يلعبوا على الاطراف؟ لعبوا فراوده قال لك دول الاثنين دول فراوده يا عم فرود مين؟ انا مش تعرف انا <تصفيق> <تصفيق> يعني انا انا ولا عادل اكسبنا تنفع الفرود ده معروف ان هو قوي وب... وخ... وبتاع وهدر احنا لا بنلعب بدماغنا احنا بس صراع وعندنا مهاره شويه قال لك لا نو دول لعبوا اثنين فراوده الراجل كان عنده بعد نظر غريب جبنا المهم لعبنا جبنا جبنا جب جبنا انت جبت كام جول انا جايب يوم 13 عشان حد وانت جبت 11 حاجه 11 و11 اه 11 جيبنا جيبنا زي بعض. يعني احنا اه, آه. 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 السنه دي كانت حاجه سنه غريبه جدا بالنسبه لي انا شخصيا ناخد الدوري لازم نعم. ناخد الدوري فيها لازم ناخد الدوري احنا خسرنا الدوري والكسب بضربتين جزاء فاكر آه. فاكر السنه دي اللي كان المصري المصري في اسكندريه وال... والاهلي ضربه الجزاء و عايزين نقول من انا ده بس أحنا. انا في لعبه لا انا جبت الجول الدور الاولاني في المقاولين ايوه الدور التاني لو جبت الجول اللي جبته ده اللي هي جوه السته دي اللي رجلي عملت كيو وطلعت فوق العارضه وانا تحت العارضه اه خدنا الدوري كنا خدنا الدوري فالراجل لعبنا اتنين فراوده انا مش مقتنع بلعب وانا مش مقتنع وعادل نفس بس الكلام أنا بس بس في ثانيه بس سبحان الله كنا عاملين قال لك نو انتوا احسن اتنين نعمل ايه بقى؟ بنجري كده يروح عادل شفت عادل يبدا ناحيه الشمال وانا ابدا ناحيه اليمين ونعمل الشيفت ده ونعمل الشيفت ده قعد يعمل لنا شفتات في التمرين مش عايز اقول لكم لغايه لما حفظنا الحته دي لانه بدا بتقسيمات لو تفتكر فاكر ما عملش لا فتره ولا حاجه كابتن حسن كان موجود في دي معانا اخر سنه الكابتن حسن اه بالظبط اه فلعبنا اثنين فراوده وكسرنا الدنيا انا وعادل عبد واحد الحقيقه وكانت سنه سعيده جدا غريبه بقول لك احنا وصلنا هي كاس مصر ضربه جزاء راحت ضيعتنا وفي الدوري نفس الكلام كانت سنه قويه جدا كانت 85 يا كابتن عادل ولا كانت 83 83 لا فازوفيتش كان 83 82 83 لا يا راجل امال ايه موسم 82 82 بعد مايكل ايفرت ده انا فكرت انها بعد وتلوقتي. مايكل ايفرت ما مايكل... قعد آه سنتين والله اه انت ادرى بقى لا لا مش من 77 طيب احنا معانا بعض الارقام لفيريرا تمام مع نادي الزمالك قدام حضرتك في الورقه وهتطلع على الشاشه حالا نناقشها مع بعض من خلال النتائج لان طبعا فريرة مع الزمالك في البطولات الأفريقية. مم. في كأس الكونفدرالية 2015 لعب 14 مباراة. تمام. فاز في 10 تعادل مباراة وحيدة خسر ثلاث مباريات بالنسبة لي 14 مباراة كابتن عادل بيلعب هوم وأوي يعني بره وجوه. نجاح آه سجل بقى 28 جول. نصهم فيه 14. واستقبل 14 أنا مستكتر شوية ال 14 دول. ما معرفش ليه. كتير اه بس مم. ما علينا يعني. مم. واجه فرق المغرب مرة واحدة. في الدور الثاني لكاس الكونفدراليه بص بقى خباك من النتيجه اللي جايه دي دي غريبه جدا مم. امام الفتح الرباطي وتعادل 0-0 صفر صفر في القاهره هنا اه مم. وهناك كسب 3-2 في المغرب وعين خباك الفتح الرباطي من انديه برده قويه جداً, جدا يعني جدا جدا رايك في الت... في ال... في ال... في في ال... لا آه الارقام دي نجد. 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 وان هو بيكسب بره ملعبه ممكن يا جماعه تتاكدوا لي كم ماتش كسبوا بره وكم ماتش على الاردن بعد اذنكم عشان دي مهمه جدا نجحت 80% نجاح 80% اه 10 آه. فوز دي حاجه كويسه جدا يا كابتن عادل مم. نجحت 80% بقول لك آه. 80% اه 80% مفيش فرصه يعني ارقام تتحدث عن هذا المدرب طبعا طبعا بس برضه اللعيبه لازم تساعده فيريرا لو حسبنا من من يعني بعد بعد 25 يناير من ساعه الغد آه. النهارده فيريرا احسن مدرب جاي زمانك امم ما هو بالورقه والقلم يعني يعني وحتى يعني ناخد بطولتين في وقت في سنه وراح إن مننا بانت البطوله الثالثه بضربات ترجيح مع الاهلي لو تفتكر بطوله كان اللي اللي اسمها اللي خسرنا فيها كان في الـ في الـ في الامارات او في قطر السوبر السوبر يعني. بضربات ترجيح ايوه لما 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 آه لما 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 آه أيوة راح الاهلي ده اسمه ايه ضيع ضربه لما اخد الكرة ما, آه ما كانش هو اللي دوره اه ما كانش دوره اخد الكوره في ضيعها الماتش ده انا كنت قاعد ورا فيريرا الماتش ده انا سافرت الامارات ايوه ايوه وقعدت ورا فر... في قعدت في المدرج بتاع الزمالك اللي ورا اللي كان ورا دكه الزمالك تمام انا مش عايز اقول لك اول ما كهربا مسك الكوره الراجل عمل ايه؟ اقسم بالله قلت لا ضيعها انا قلت لا ضيعها لا الراجل نفسه يا عادل الراجل نفسه زعل زعل جدا, وقعد يخبط ويخبط ويزعق وكهربا مسك الكوره ما كانش بيهرج مم. ما كانش بيهرج انا بس دلوقتي هو ايه كان ماسكنا بقى له قد ايه دلوقتي مشي 8 سنين 8 سنين 8 او 7 تمام هل هو بنفس القدرات هي دي بقى اللي ايه هيبان بكره ان شاء الله الرحمن وطبعا هو لسه انت طبعا. رايك ايه انت رايك ايه من خلال المدير الفني يعني يعني النهارده المؤتمر الصحفي مثلا مم. اتكلم ازاي قال لك مثلا بكره هي بيتكلم لعيبة اول امبارح في الاجتماع معاهم قال لهم يا نبقى كل حاجه يا نبقى ولا حاجه شفت الكلمه؟ اه شفت راجل أول عارف اول حاجه كده قالها للعيبة آه. آه. ما انا بقول لك قلت لك انا كلمه ايه؟ كسبت الماتش ده بالذات هتبقى انت عندك قدرات غير عاديه ان انت هتلعب الماتشين اللي بعديهم البترو بترو تليكدو ده اللي هو الجنغولي ولا الانجولي كنغولي ها؟ اه وال ده ولا اسمه ايه اسمه ايه الماتش ده هيبقى في قوه غير عاديه وهتلاقي نفسك بتلعب في الدوري برضه بقوه غير عاديه هتلاقي نفسك الامور ها هتبقى طبيعي لكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر ان شاء الله ده مش هاي مش هيكون ان شاء الله يعني باذن الله نكسب هيحصل دور بزوم انك مش هتكون ولا حاجه مم. ايوه قال لك لا كل حاجه وخاصة يعني يا نخسر كل حاجه وخاصة الادية المصرية زي الـ الـ الأهلي والبيراميدز ماشيين بخطوات معاهم المصر المصري باين المصري المصري طيب في الكونفدراليه هو بشوف كسب ثلاث ماتشات بره ملعبه وكسب سبعه على ملعبه يعني كسب الصفاقسي فاكر آه ماتش الصفاقسي اه ثلاثه واحد زمان وكسب اول ماتش اول ماتش وكسب اورلاندو آه. في اورلاندو أوه. في اتنين واحد حي. فحتى في النتائج مش واحد صفر م. لا ده ثلاثه واحد اتنين واحد ثلاثه واحد ثلاثه اتنين فعنده قدره هجوميه الارقام بتقول لك ان هو بيجيب اجوال طب اقول لك حاجه ماتش اللي بتاع الاهلي والبيراميدز بيلعب بالمكسب ده ماتش انا اخرج على ماتش على والبيراميدز انت تقول ان انت دي 3-0 ولا البيراميدز كان وحش ميرابس كان كويس جدا في الماتش مم. في ناس تقول ان الاهلي تسعد الماتش لا ما تسعدش الماتش انا بتكلم ككورة يعني مم. مم. لا كان كويس بس الظروف ما ساعدتوش هو اخطاء من لعيبه بيراميدز اكتر منها يعني ثلاث اخطاء يعني ايه في الكره اتعد الاهلي يضغط ياخدوها يجيبوها جون في حاجات لا وصل المرمى الاهلي اكتر من الاهلي وصل مرمى بس هي الظروف ما ساعدتش فهي الكره ايه الكره ايه لا الكره نقول زي ما ايه اخلاص اه روح غير عاديه اه يعني يحس بايه يحس اصل انت في نادي الزمالك يعني انا بقول لهم انتوا بتعرفوا نادي الزمالك انا الزمالك ده ما يقلش عن اي نادي في العالم بقوته يعني النهارده اللي اي اي مكان في العالم اهلي وزمالك او زمالك واهلي لا حاجه جامده جدا فانت النهارده لازم ايه لازم بفضل ربنا علينا لازم بكره يكون ليك شق عشان تقدر تكمل المسير وده يمكن على زي ما انت قلت فيرير قال كن او لا تكون بالظبط طيب هروح لي ارقام اثنين لعيبه مهمين جدا يا كابتن عادل وبرده نتناقش معاك فيهم ارقام احمد ساد زيزو هو جايب ثمان اهداف زمن. هو متصدر هداف الدوري دلوقتي تمام جايب ثمان اهداف مم. اول لاعب يسجل خمس ضربات جزاء متتاليه ما في خمس مباريات متتالية. متتاليه في الدوري مم. يعني يعني قصه يعني برضه لا 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 تاريخ حكاية الدوري حكاية كله جاي. يعني انا أه يجيني لي ضربه جا... أه اقعد اسجل خمس ضربات جزاء متتاليه مم. دي حاجه ما حصلتش طبعا وده اول لاعب عملها منهم ضربتين جزاء في مباراه واحده وبعيب على دي صعبه برضه طبعا وبعيب على مدير الفني البرتغالي بتاعنا بتاع منتخب مصر كارلوس كيروش كيروش بعيب عليه ان احمد زيزو زي ما لعبش فيه متوسط ما لعبش ينزل فيها في الاخر ازاي ازاي انا منطق كل الكلام ده هل عشان هو مكان صلاح ممكن انا بقول لك عشان مكان صلاح في استغله في ان هو يبقى لا ليه طيب. ليه تقله وليه قوته ماشي طيب. زيزو هدفه في مرمى الجونه يا كابتن عادل هو الهدف رقم 25 في الدوري المصري في 84 مباراه ده برضو احصائيه حلو يعني 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 حاجه برضو السكور بتاعه عالي ما شاء الله يعني برغم ان هو رايت اه بيلعب يمين يعني اه. اه. وساعات نص ملعب طب ما انت كان السكور بتاعك عادي وانت بتقول اه يعني بس هو برضو يعني عالي جدا يعني جدا, يعني جدا اه اه. بس هو اه. لعب اه. 84 مباراه اه. عاولك لك سجل ثلاث ضربات ترجيح مم. في كاس الامم الافريقيه وهي الاعلى في تاريخ من زمان. البطوله بمشاركه عشر لاعبين اخرهم كان او ابرزهم يعني الاخضر بلومي من الجزائر من زمان الجزائر من ابتدى زمان ف... و... من كاميرون من من اه وجيرمي كن... آه... من الكاميرون وديديد ركبه من كوت ديفوار ورشيد ياكيني من نجاري نيجيريا فدي برضو ارقام بالنسبه لزيزو مهمه جدا لا, لا, يعني. لا, لا لعيب انا كان نفسي يكمل آه. احترافه برغم ان انا بزعلها عشان مش كان نفسي يكمل احترافه كان يحقق قد كده 10 مرات كمان شوفوا عامل ازاي بس هقول زي... لك حاجه هو كان جاي برده يعني الدنيا يعني ماشي. الناس كلها قالت لك مين ده؟ اه فاهمني؟ آه النادي الزمالك عملوا زي كان... عمل وزي ما عمل فرجاني ساسي ومشي. ما احنا برده فرجاني ساسي ده هو لازم يتحط نقط الناس اللي مش عارفه. اه يعني كان ما كانش يمشي سعر اربعه كان لازم يمشي اخر سعر سته طيب بص المهم مش هنحكي بقى... القديم ماشي. مش القديم هنروح ليه لعيب مهم برده اشرف بن شرقي وارقامه بت... عشر بتقول عشر. بتتكلم عنه ونجوميته 37 هدف اه في آه مع نادي الزمالك 21 في الدوري ايوه وخمسه آه خمسه في كاس مصر كاس مصر آه واثنين في كاس السوبر وتسع اهداف في دوري الابطال دوري الابطال دوري اه اقترب طبعا من الرقم المدون باسم كابتننا طبعا الله يرحمه كابتن علي محسن, محسن سجل 49 هدف كاكثر لاعب اجنبي سجل اهداف مع الزمالك هو زيزو هو اه بن شرقي بن ده حاجه انا بحسب لزيزو لا لا فطبعا دي هو قرب منه 37 كابتن علي محسن 49 طب انا عايز اسالك هو هو بن شرقي جدد ولا لسه؟ آه يعني هو من ضمن اللعيبه اللي هتجدد ان شاء الله باذن في الطريق هو يعني هو ومصلحته ولو واحد سامعني او حد من قرايبه سامعني مصلحته يجدد مع نادي الزمالك كان ايوه طبعا مش هيلاقي انا بتكلم مش هيلاقي نجوميه في حته زي 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 هقول لك كلمه وبعدين نادي شريف مجلس كلمة الاداره, الإدارة مجلس الاداره بس بقول لك كلمه الحته دي بس يعني رمضان صبحي بقى فين؟ اه بيراميدز على عينا وراسنا وفلوسه بتاعه وكده ومش عارف انما بقى فين؟ بره المنتخب اللي بسيط بسيط جدا وفي نفس الوقت ايه؟ خسر النادي الاهلي ما احنا برضه خلينا واقعيين خسرت النادي الاهلي وخسرت نجوميتك وخسرت جمهورك بالتاكيد بالتاكيد اشرب بن شرقي وجوده في نادي الزمالك مهم جدا ليه هو كان اشرف مليون في المية منتخب تماما لا ومنتخب بلده وبالظبط لان هو دخل المنتخب من خلال نادي الزمالك بالظبط طيب انا عندي فاصل ونرجع نواصل حديثنا الممتع مع كابتن عادل عبد الواحد نجم مصر ونادي الزمالك السابق. الله يخليك على الرغم من امتلاك فريق الكره الاول بنادي الزمالك نقطتين خلال اول ثلاث جولات في مشواره بمرحله المجموعات لرابطه دور ابطال افريقيا بالنسخه الجاريه الى ان الفرصه لا زالت سانحه للفارس الابيض في عبور المجموعات وبلوغ ربع النهائي ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بدوري ابطال افريقيا برصيد نقطتين بعد التعادل مع كل من بيترو أتليتيكو وساجرادا الأنجوليين والخسارة في مباراة الوداد ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مجموعات دور الأبطال حيث يستضيف الوداد المغربي في الجولة الرابعة غدا الجمعة ثم يتوجه إلى أنجولا لملاقاة بيترو أتليتيكو في الجولة الخامسة على أن يختتم أبناء ميت عقبة مشوارهم بالمجموعات باستضافة ساجرادا في القاهرة الفرصه الاولى للزمالك من اجل التاهل الى دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا تكمن في انتصار الفريق في مبارياته الثلاثه مع تعثر الوداد بالتعادل او الخساره في مباراه اتلتيكو الانغولي في المغرب السيناريو الثاني لتاهل الزمالك من مجموعته في دوري ابطال افريقيا قد يحدث بانتصار الفارس الابيض في المباريات الثلاثه المتبقيه له بالمجموعه مع تحقيق ساجرادا الأنجولي المفاجأة والتفوق على مواطنه بيترو أتليتيكو في مباراة الجولة القادمة أما السيناريو الثالث سيشترط فوز الزمالك على كل من الوداد وساجرادا بالقاهرة وتحقيق التعادل في أنجولا مع بيترو أتليتيكو مع خسارة بيترو أتليتيكو في مبارتيها أمام كل من ساجرادا والوداد الساحرة المستديرة لا تعرف المستحيل ولا تعترف الا ببذل الجهد والعرق حتى الثانيه الاخيره مع التشبث بالفرص واظهار الروح البطوليه والاصرار والعزيمه على تحقيق الهدف بالتاكيد طبعا ما فيش حاجه مستحيله نادي الزمالك قادر باذن الله ان شاء الله ان هو يعبر هذه المحنه ويفوز بالثلاث مباريات دون النظر لاي نتائج اخرى بس بالتوفيق هيه. لنادي الزمالك ان شاء الله بدايه من غدا مباراه صعبه ولكنها ليست مستحيله ويكفي ان احنا كنا متقدمين على الوداد في المغرب هناك في ملعبه وسط جماهيره الغفيره 1-0 أه في بدايه المباراه ولكن الحقيقه ما قدرناش نحافظ على المكسب كابتن عادل ايه في موضوع الجمهور كمان يعني احنا بنتكلم مش مرتضى كان طلب وعشرين الف متفرج من وزير الشباب والرياضه لسه طبعا القصه يعني هتحسم غدا ان شاء الله باذن الله نتمنى الموافقه على هتفرق جمهور الزمالك الكبير لما يروح على اعداد كبيره كابتن عادل أه اللي احنا شفناه طبعا في ماتش الوداد هناك في المغرب احنا استغربنا يعني اه الفرقه فرقه محترمه بس انت عارف ان دي اول مباراه يلعبوها بجماهير بجماهير من اول السنه طب ما هو انت كانوا كام 40 ولا أكثر. 60؟ اكتر يعني في 40 50 الف اه يعني فلو احنا بقى بقى انا من انا فوجئت بال من اول والله من اول ما قبل ما يبتدي الحكم والهيصه بتاع ال 90 دقيقه ولا ال 94 دقيقه اللي لعبوهم ولا الفتره دي م. ما سكتوش ما سكتوش حسينا ان ايه هم الجمهور بيشغل اللعيبه وهو اللي محرك اللعيبه، وهو اللي مد روح اللعيبه، هو برغم المغلوب 1 في اول ايه؟ صحيح ست سبع دقائق. احنا توقعنا اهتزاز في المستوى لا والحاله النفسيه ده بالنسبه لهم هتقل. ده زادوا اكتر. ده زاده أكتر. فده مح... غريب. محمد ابو جبل كان نجم المباراه برضه. صحيح. رغم انه غلط الغلطه بتاعت الجون الثاني. فانا كان نفسي مم. بس إيه ال... إيه الوقت أزف والقرار كان المفروض يتاخد من امبارح على الاقل او اول امبارح. فانا بقول بس الحاجه ل... لسياده الوزير شباب الرياضه. بحكم عملي يعني لما كنت يعني شغال في في يعني. الداخليه لازم كان ما في قاعده قاعده مطوله من رئيس النادي وبين مسؤول الامني ووزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره نقعد نشوف احنا لازم نعدي الماتش ده التعديلات الماتش ده مش باللعيبه مش بلعب. مش بس ولا مدير فني ولا بطريقة لعب ولا بتاع انما الروح الروح دي اللي ما بتجيش الا من الجمهور وانت عارف يا كابتن كنا بنلعب طبعا طبعا الزمن اختلف والحياه اختلفت وتكوين البني ادم المصري اختلف اختلاف كلي وجزئي تمام لكن بنرجع نقول ايه؟ ما هو ده ما حصل على مستوى العالم يعني فانا بقول كان الكلام ده من بدري كان لازم ناخد القرار ان توصل حتى الايه؟ قلت لك يمكن قبل بتاع. كان المفروض يبقى 20,000 يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا اه ان شاء الله الخمسه يعوضوا بخمسه بس الخمسه مطلوب منهم ال 5000 الموجودين مسانده مسانده جامده بالظبط اه وفي نفس الوقت برضو ايه زي ما قلنا اللعيب المصري لما بيتحط تحت ضغط زي البني المصري زي الراجل المصري القوي بالمعدن المصري بنلاقي فعلا فعلا فانا عايزين اللعيبه بكره معدن مصري اه عندك بعض اللي بتلعب آه من يعني اللي من آه يعني يعني غير غير مصريين يعني انما رجاله برضه طيب يعني طيب احنا انا عندي بعض المباريات يا كابتن عادل مم. اللي هتتلعب في دوري الابطال تمام في اله واخد توقعاتك بالنسبه للنتائج من غير خبراتك طبعا الفنيه يعني الهلال السوداني مع المريخ السوداني المريخ كان كسب في اللقاء الاول تتوقع مين يكسب اللقاء القادم هو الاهلي لعب اخر ماتش ماتش مع المريخ؟ الاهلي اه كسب المريخ هنا اللي هو 2-1 تقريبا اه 2-1 2-1 ها أه المريخ فرقه قويه اقوى من الهلال المريخ يكسب المريخ اقوى مم. من الهلال فرقه فرقه. تتوقع المريخ يكسب اه تمام على فكره كمكسب المريخ يصعب من مجموعه الاهلي اكتر طبعا طيب شباب بلوزداد الجزائر وجالاكسي بوتسوانا بوتسوانا لا شباب الجزائر لا شباب دي مباراه الاياب آه. نتيجه الذهاب كانت 2-1 لشباب بلوزداد شباب بلوزداد اه لا هو يكسب شباب. بس خباك 2-1 مش مش, بعيده مش, مش بعيدة يعني. مش بعيده بس يعني لا يعني هيلعب شباب. في بوتسوانا ماشي مش برضو بتسوانا مش مش مع الخريطه مع, مع إيه؟ مش على الخريطه يعني قاعد يعني توقع الشباب بلوزداد يكسب طبعا طيب المباراه بقى جامده جدا م. ودي ديربي نجم الساحلي مع الترجي التونسي الذهاب كان صفر صفر كان م. في النجم الساحلي ملعب النجم الساحلي توقع ايه بقى المباراه دي صعبه جدا الماتش الاولاني كان ايه الماتش الاولاني كان, يوم يوم السبت. كان صفر, صفر 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 كان فين؟ كان في ال في كان في نجم الساحلي في نجم الساحلي دي ملعب نجم الساحلي سوسه ملعب نجم الساحلي على طول اه سوسه نجم الساحلي في تونس سوسه مم. ممكن يكون ده 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 ملعب النجم الساحلي نجم الساحلي اه نجم الساحلي تتوقع نجم ولا ترجي لا النجم يكسب برغم ان يعني ما بت... يعني يعني لا النجم يكسب طيب <applause> سان داونز جنوب افريقيا والنادي الاهلي مم. يوم السبت برضو مباراة الإياب كانت 1-0 هناك هناك اه مباراة لا مباراة الذهاب كانت 1-0 الذهاب في آه لا اللي اتغلب الاهلي الاهل اتغلب هنا الاهلي اتغلب هنا اه هناك بقى هناك اتغلب هنا 1-0 المباراة هنا. بقى هناك في اليوم اللي هنتغلب فيه 3 اه أبقى. المباراة اللي هناك بقى في مباراة الإياب في آه جنوب أفريقيا لا فيه. أتوقع الأهلي يكسب أتوقع الأهلي يكسب يكسب سان داونز هناك تمام طيب مباراة بقى هتحدد لحد كبير شكل مجموعتنا امم الى حد بمعنى نتيجة الوداد مع الزمالك ايوه اللي هي بترو اتليتيكو وساجرادا ساجرادا خسر على ملعبه 1-0 في مباراه الذهاب مباراه الاياب يوم السبت مم. تتوقع فوز مين بقى؟ لا بترو اتليتيكو بترو اتليتيكو في ناس فلا. فلا. كتير جدا متوقعه بترو اتليتيكو على فكره لان ف... هو كسبه في ساجرادا في ملعب ساجرادا فرقه مش مش وحشه فرقه كويسه بس احنا احسن منها والله بكتير يا طارق ايه؟ احنا احسن منها اه كتير جدا بس اه هو طبعا بص يا كابتن هي ظروف لا ظروف احنا بصراحه مباراه ال 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 بيترو اتليتيكو هنا التعادل كان مباراه كانت غريبه الاطوار جدا احنا ضيعنا سبع تجوان لا ضيعنا كتير جدا في القايم والعرضة والجون يشيل حاجه يعني بصراحه كانت بخت إيه؟ غير طبيعي كانش فيه تركيز كانش فيه تركيز ما كانش تركيز اصل انت برضه طارق ما في انت احنا ما كنا بنوصل للمرمى طارق احنا كنا كنا بنهدف مم. اي نعم بيضيع مننا بس كنا بنهدف مم. لكن النهارده توصل المباراه انت انت جبت جونين وضيعت بتاع 13 جون طيب وبعدين الماتش ده ويدخل في الجونين وتطلع تين <applause> ان شاء الله خير <applause> طيب مباراه حوريه كوناكري مم. الغيني مع الرجاء المغربي الرجاء <applause> كسب 1-0 مباراه الذهاب الرجاء المغربي يكسب طبعا مباراه ال ال دي في غينيا اه <applause> مباراه دي <applause> في غينيا يكسب <applause> برضه <applause> <applause> الرجاء يكسب اه برضه في غنيه يعني مش كوناكري يعني مش شاهد بالفرقه الجامده طيب يعني. مباراه وفاق سطيف في الجزائر مع امازولو جنوب افريقيا المباراه الاولى امازولو كسب وفاق سطيف فين؟ كان في ملعب 8 مايو 8 مايو ده في الجزائر ده في, في, في الجزائر الجزائر اه كسبوا في الجزائر اه غريبه اه دي ما ولا ده الملعب لا الملعب المباراه دي هتلعب في, في الجزائر في الجزائر الجاية اه هو خسر هناك في لا يكسب جنوب افريقيا واحد يكسب على الارض مش مشكله هناك كده. يكسب اكتر من 1-0؟ يكسب يكسب والله اه والله امم احنا طارق كسبنا آه شوتنج ستار 2 0 هنا وكسبنا 1 0 هناك لو تفتكر طبعا شوتنج ستار 2 0 هنا و1 0 هناك كسبناهم هنا راح جاي وكنا هناك لو رحت لو تفتكر كان الجمهور اللي بره قد اللي جوه اه هناك فتك رشيد فتك يكيني عادل و... مامور كان نجم المباراه اه كان رشيد يكيني فيرود وكان منتخب في, لعبة ف... لعيبه كتير منتخب اه. انت بتلعب انت بتلعب بلد كلها انت اللي كان احنا دخلنا فاكر لما دخلنا ورحنا ل... الاستاد اخذنا قد وقت على كثير. الكباري فاكر هي كلها آه. كباري ال ال ال, ال... الانديه دي يا كابتن عادل لو تفتكر كانت 70% منها منتخبات اللي لعبوا في القاهره 86 ان <applause> شاء الله ينور عليك صح انا <applause> و... وخدنا كان كوت ديفوار كان اسك ابيجان اللي احنا لعبناهم ايوه اسك اغلبيتهم اغلبيتهم كانوا في المنتخب وبرده شو ستار نيجيريا كانت كلها, كان في, كلها المنتخب. في المنتخب احنا الجيل الجيل الثمانينات ده احنا وصلنا كاس عالم ليه 90 لان كان احتكاك الناس اللي وصلت كاس عالم 90 مع بعض الناس اللي كانت موجوده معاهم من جمال عبد الحميد لربيع ياسين لمجدي عبد الغني لشام كان وطبعا وسام آه اسماعيل و... وبتاع واحمد رمزي واحمد الكاس واحمد رمزي و... هو... كنا في, كل... جامده جدا وكان طارق بس ما لعبش المهم يعني اللعب... ما عبشت... ملعب... لا... ب... آه لعبش اللي... مش ما لعبش باين ولا طارق لا ما لعبش تقريبا لعب في ماتش في شويه لعب المهم كنا فرقه جامده من 80 ل 90 انا ه... ه... مش ه... يعني الاجيال ال... الموجوده واللي وال... ال... بطلت قبل كده وبتاع احنا كنا اقوياء جدا منتخب مصر في العشر انت تمام تحسب منتخب مصر والانديه المصريه في بطولات ابطال الدوري او ابطال الكاس اللي هي كانت الكونفدريه دلوقتي اخذوا كم مره تلاقي ايه الثمانينات مقاولين اهلي زمالك منتخب مصر بطوله افريقيا الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس رابع رابع كوت ديفوار كاس عالم فتلاقي انتجازات المنتخب والأندية المصرية كانت قوية جدا في الثمانينات أنا يا نرجع للعيبة اللي موجودة حاليا ترجع لإيه للبطولات زي زمان صحيح زي زمان أنت عارف النهاردة إن شاء الله ما نكسب استدغال إن شاء الله نكسبهم رايح جاي وليه لأ وليه لأ كرة ما فيهاش فيها مستحيل هتلاقي الايه هتلاقي انت اسمك اتحط حتى نتفرج على كاس العالم 22 في كان هتعمل في قطر ده انت في قطر يعني نتفرج واحنا ايه مبسوطين مبسوطين وكده اتوقع و... مكسب مصر ان شاء الله على السن السنه اتوقع ان شاء الله لان لازم يبقى فيه رجوله في روح وان شاء الله ده لا... وانا بقى اللعيبه دلوقتي بتعمل بروفه كل واحد بيعمل بروفه ليه لمستواه طيب هنروح للسابورة هنا يا كابتن عادل وتوجه رسائل لكل لاعب من لاعب نادي الزمالك ابو جبل ابو جبل جم محترم من زمان وكان لما مشي من عندنا من الزمالك وجيش وجي الكلام ده فتره من 2016 او 2017 لو تفتكر انت يا كابتن طارق راح سموحه وبتاع كده وجبنا مش عارف جبنا مين ساعتها بس هو كان الجون الثاني وراح اللي بعديه كان الثالث اسمه ايه اللي راح اللي مشي اللي مشي من عندنا دلوقتي اه تقول له يشن. ايه بكره يا كابتن عادل؟ لا اقول له انت راجل احنا برضه جايبين لك اللعيبه اللي هم الراجل اللي هم راجل ومشاركه و... ما... بكره اثبت ما... ما... للمصريين ل... ل... كلهم سبنا من سبنا من بره وافريقيا والعرب اثبت المصريين ان هو ما يقلش على محمد شناوي ويتفوق عليه كمان تمام المسلوسي أه عملت بعض منتوشه السنه اللي فاتت في الاخر كويسه عشان اهتميت برشاقتك وسرعتك نفسي بقى ايه الحته الاخيره بس الحته الاخيره منك تحاول تظبطها لحد يعني البصه الاخيره دي انا طارق يقول لك طبعا هو افضل مني في الحته دي كمان انت وانت بتجري بسرعتك وبعدي بص هتلعب لمين مم. الاوفر بتاعي يكون ايه, ايه يعني محطوط في اتجاهه حد جاي حد جاي لازم تنشن تمام. دي احنا كنا بنعملها مع كابتن طارق زمان يبص يعني قصدك آه. تبص على آه. اللي بعده رجوله ومجينا الزمالك طبعا كان لسه برضو لكن رجوله غير عاديه مم. واخد وضعه واخد كيانه ونجوميته ما تقلش عن اي حد في العالم في المكان في اللي بعده ابتديت أه مستواك السابق آه يعني يعني انا يعني انت جيت فتره السنه اللي فاتت حصل هو ما كانش بيلعب مع كارترون فتره يعني آه قعد فتره طويله ما يلعبش اه خلل كده شويه بس ايه لا رجعت لمستواك تاني وان شاء الله جاي احسن من الله عايزك بقى ترجع زمان بقى بتحط بدماغك بال دي زي ما بحط زي ما كنت السنه اللي فاتت كنت عامل شغل صحيح اه بالظبط من الاهداف غير عاديه يعني تمام <applause> اللي بعده رجولة ما بعدها رجوله برغم ان السن بتاع بس تملي معروف في فين ديفندر يا وانت طبعا استاذ وعارف ما بيزيدش عن 82 32 سنه امم 30 سنه و سنه مجهودك بيقل مجهود بيقل بس انت بتثبت غير كده ان انت مش بالسن كسرت قصة... القاعده دي اه كسرت قصرت... مش بالسن لا بالرجوله وجدعنه والروح وال... وال... والحب للفنان اللي انت لابسها تمام وترجع منتخب ان شاء الله خلاص يعني. ان شاء الله يرجع منتخب امام عاشور عندك حاجات اكتر من كده وانت لعيب جامد جدا وبتعجبني تصوباتك وبتعجبني الروح الغير عاديه والقلب الجامد وعندك اكتر من كده كمان وان شاء الله كمان يبقى ليك وجود في المنتخب كمان اكتر من كده كمان ان شاء الله باذن الله اللي بعده مفتوح أه من قبل ما تروح سموحه واحنا اتكلمنا وانا كنت انا في النادي موجود ساعتها واتكلمنا عليه الكلام انت لا لعيب كوره غير عادي عارف بتعمل ايه آه دفاع دفاعيا وهجوميا كمان ممكن يبقى احد حلول بكره آه آه يعني ده يلعب مثلا مستر فريرا هاف ليفت ومحمد عبد نص الملعب ومحمد عبد باك ليفت لان انت انت عايز تهاجم محمد عبد عنده حلول في الملعب مم. بيعرف يرقص بيعرف غير اتجاهاته وعندك آه ابو شافي يعني ممكن آه كل مستر فريرة يحط فتوح ثالث في نص الملعب ومحمد عبد الشافي قدرات قدراته ان يبقى باك ليفت محمد هشام ماشي بفترات اللهم صل ماشي بخطوات ولو لعب 4 3 3 انا موافقك تماما في عدم وجود طارق طارق الله ينور عليك اللي بعده أه ااا يا يوسف انت لعيب غير عادي بس الحته الاخيره الحته الاخيره ما بتعملها كويس قوي ومركز فيها بتبقى عالمي وما خدش حقك في المنتخب بس انت ممكن تاخد حقك في المنتخب وتروح المنتخب بالحته الاخيره بس الحته انك انت مخلص وراجل جدي وراجل عندك قدرات بس الحته الاخيره دي لما تبقى 80% 85% هتبقى حكايه تمام لا انا من احسن لعيبه في مصر انت اون جرايت لا من احسن لعيبه في مصر يعني يعني عملت حاجات كتير الناس كلها بتتكلم عليها مصر كلها اهلاويه زملكاويه اسماعيلاويه مصراويه اتحاديه كل مصر كلها رجولة و... وعارف بتعمل ايه والثقه الثقه اللي مش انك مش بتكبرش لا ده انت عندك ثقه عارف بتعمل ايه الكمال البدني المحترم بيبقى عارف بيعمل ايه ثقه بالذات غير عاديه مش موجوده في اي لعيب في مصر تمام اللي بعده من شرقي ناس نادي هي... الزمالك عمل لك نجوميه انت لعيب جامد جدا جدا اه ما تبخلش على انك تبقى في ناس الزمالك عشان نجومتك تزيد وتبقى موجود في منتخب بلدك تمام في الفيرود بقى يا جماعه الجزيري انت رك... قلت هو يبدا اه يبدا ركز ركز في الحته برضو الاخيره وعندك قدرات بس ايه عايز شغل كتير على الـ على, الـ على المرمى لوحدك بكل الاتجاهات ارضي وفوق يمكن انت عارف الكلام دوت فلاعب برضو مجهود وافر وبيلعب باخلاص غير عادي بس الحته الاخيره برضو ايه يزودها شويه يعني يركز فيها ايه انت في ثلاث اربع لعيبه بتركز على اللمسه الاخيره اه تفرق شايف ان يعني آه برضو بالضغط يا طارق باللعب باللعب التملي بقى مثلا المدير الفني بتعرف طالبة آه. انت عارف اللعيب طالب بتعالج في التمرين بتدي له ايه بتلعبه ما بيبقى ايجابي يعني ايه بقى لازق فيه في قوه العرضيه مش عارف ايه حسسه بالخوف مع التعويض ما يخافش بقى خلاص بقى ايه فيركز بقى يركز ان يبقى سيطرته على الكوره تيجي التخصصيه كابتن ما هي التخصصية انك تديله ايجابي كتير مش... مش يعني مش سلبي مش ال... اديله شويه سلبي الاول وبعدين لغايه لما يتمكن من السلبي يبقى ايجابي هيجي في الماتش ما يغلطش الا غلطه ولا غلطتين لكن هو غلطاته كتير في سلم الكوره ساعات تبعد عنه بتعلى منه آه الحته الاخيره مش مركز يعني الفرود اللي... يعني انت قلت مثلا جمال وحيد كان في ال 18 كان بيغلط؟ بنعمل له بنعمله الاوفرات ما بيفوتش ما ليه بقى؟ مركز مركز فعايز مهارات الكرة يعني اللي برضه بيعيب على بعض المدربين المدير الفنيين وانت طبعا برضه اضرب بالكلام ده جامد جدا الشغل المهاري مطلوب في كل تدريبه على الاقل في ربع ساعه ربع ساعة المهارات دي مهمة جدا جدا فهي قصة لازم اللعيب بيعرف يسيطر على الكرة مظبوط هي دي اللي هتفرق معاه بس طيب احنا دلوقتي بصفتك انت جناح ايمن او جناح عموما يعني وينج يعني مم. انا اراد لك صور وتختار مين الافضل <applause> انت هتزعل حد مننا ليه بقى اه هتزعل حد مننا ليه لا لا مفيش زعل ولا حاجه فيش زعل زعل <applause> كانوا حاطينك انت وانا في في كادر بس شالوها لا انت افضل إن طب لا, يعني لا والله ما بهرج انت افضل واحد لله يلا يا كباتي مصطفى فتحي وزيزو مين يستمر معانا استمر اه انت هتعمل زي ال اه زمان حلوه دي زيزو زيزو ده كويس جدا 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 آه. زيزو يستمر مم. هو عجيب له عادل عبد واحد جنبه شكابالا ولا زيزو؟ آه شيكابالا اديته حقه المره من سنتين كده كان برضو في نفس البتاع دي اديته حقه لغايه لما وصل للنهايه مع حسن شحاته لكن آه زيزو 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 يستمر معانا يا جماعه بين شرقي ولا زيزو؟ آه طبعا عنده قدراته غير عاديه آه نجوميتهم عاليه مؤثرين الاثنين تاثير ايجابي بس 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 انا اقول لك بقى انا اختار بس شا... بن شرقي ما بيعرفش يلعب في المكان بتاعه لكن ده بيلعب في كذا حته فده احسن زيزو يستمر مقتنع قوي قاعد يلعب واحد بزيزو محمد صبري واحمد سيد زيزو محمد صبري نجم من النجوم الغير عاديه وطبعا ما خدش حقه برضه بسبب الاصابه على ما مش وينج يا جماعه صبري لا يعني بكا 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 بس آه. نجوميه في الملعب اللي انا شايفها دلوقتي طبعا يعني محمد مين؟ صبري عالمي ما فيش شاف واحد زيزو زيزو, زيزو يكسب اللي بعده خالد الغندور وزيزو هو خالد حبيبي طبعا انا مش ها مش هاأثر ها فيه لان خالد برده هداف و و وحاجات كتير جدا. اكتر لعيب جاب بطولات حمل آه كؤوس كتير جداً 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 جداً, جدا 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 آه. جدا بقول لك التاريخي نادي الزمالك خلي بالك زي ما في الهداف التاريخي <applause> عبد الحليم علي اه وده آه كابتن بطولات. التاريخ هو عبد الواحد السيد زي في اسمه ايه ده في النادي الاهلي اسمه ايه؟ اللي كان بيلعب بره شادي؟ شادي اه صح كده؟ وبعدين بعد كده اللي في نص الملعب اللي مشي حسام عاشور حسام عاشور صح كده؟ اه زيزو زيزو برضه معلش يا كابتن خالد لا انا ما حدش يزعل مني بقول لك انا انا ما لا يزعلش يعني. يعني. كلهم حبايبي وحيد كامل واحمد سيد زيزو كابتن وحيد لك طبعا جايب لك يا راجل معاك كاس مصر او يعني <applause> يعمل لك اكتر من كده <applause> كنت <حبيبه>. زيزو برضه كابتن <applause> وحيد عزيز زيزو برضه ولعيب كوره لي زيزو تمام زيزو يكسب مم. زيزو يكسب في الاخر كابتن عادل عبد الواحد او اللي هو عادل واحد شرفتنا ونورتنا الله يخليك الله يخليك وسعداء بيك دايما وانا الله اسعد بجمهور الزمالك ان شاء الله باذن الرحمن وبفضل ربنا علينا هنكسب بكره وتبقى الامور زي ان شاء فيك. الله رحمن. ان شاء الله ان شاء الله بشكرك شكرا مين. جزيلا كابتن عادل عبد الله يخليك هنطلع لفاصل ونستقبل كاتبنا الصحفي الكبير استاذ جوده بنور